هي جوازة بالأخير، الشركة تفتح شركة جوازة. يعني أنا بعتبر حالي متجوزة شركة اسمها سبينج بالأردن، بقدرش أروح أنط على كندا مرة تانية ولا أروح في إشي سيريس بحياتي شركة، فتجراوزي بخليك هيك قاعد على الأرض. فكمان البارتنر يكون عندك بارتنر أو لا، أنا بالنسبة إلي أنا بعتبرها حدا يساعد أو تشاركه بالهم تبع الشركة، بالهم بالحلم بالهم.